شيك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. صلاح أبيض. فما ناس في الحجرة ذي خسرت حاجات، فما اللي خسر الركشة، القهوة، الأصحاب، وفما اللي خسر رشاقته، الواحد من بيته للكوجينة وبالكوجينة لبيته، ما عندناش خيارات أخرى، الماكلة أو نحيو بها القلق، أما مش مشكل. هذاك علاش ديما نقول راهو الرياضة مهمة، لازم الواحد يتلهى بروحه، وراهو ممكن تعمل رياضة في الدار، صعيبة هي. لياقتي البدنية راهو ما فيهاش لعب، أنا لهي بروحي من ناحية ذيك، نقوم الصباح نعمل هكا مارش خفيفة هكا نحرك بها الدم في الكلوار، بعد هكا نلم الصغيرات نعمل تريح هكا فوت في الصالة، بيدها غلط هبطاك للمرأة بغلطة والله كنفورة طلعت لها، كوجينة عاد نعمل فيها عندي تريح قفز بالزانة في الفيراندا، عندي فيراندا أنا اللهم صلي على النبي، فرشتها كي بالرمل وعبيت من الغادي حوض كي بالماء ونعمل ناتاسيون، هذايا فهمتني في العشية كي باش نحرك بدني والمشكلات نتاعي يتحرك، عملت شويه ناتاسيون وقعد ناكل مليح، الماكله قاعد نازل مليح. ها ممتاز، ها ناس تري بروحها، تدريبات المنزليه زاد راهو حدا ما تكفيش، معناها الواحد كيقول احنا يترينا ولا لا بروحه لازم يرم ياكل، ما هو كيقولوا ياكل مش معناه يبلبز، معناه كيما يقول لي زاد ستابلريغراموس يقولوا هيلثي فود. اي بتبيع راني ما نلعبش انا في الماكله زاد ليه بروحي فهمني، في الصباح نرفس يويو وفي العشيه فريكاسي عسيلو الفريكاسي بدعوا بيه، او زادوا مايونيز او حطوا سكالوب باني او على قريب يحطوا فيه فريز ولا ياكلوه بالباناكوتا، عسيلو شي يعمل العار. المهم تو صحتك النفسيه لاباس، ما دام البدن تخلف في عيد قعد لنا كان صحتك النفسيه في الليل هكا للراحه النفسيه وكل شيء فهمني، باش واحد يراجع يعني نهار كامل شنو يعمل له يرتاح، عملت يوغا لم هكا العائله الكل ونعملوا يوغا كيما نتاع الهند كي باش نرتاحوا نفسانيا وننسى كل حتى الستريس نتاع التلفزيون وكل شيء. أنا هكا تمنت على الصحة النفسية بتاع التونس وتمشي وش تقولوا راه ما فماش شواء في الدار، بالعكس تشترينا برشا حاجات باللي موجود معنا التطيب يحرك غسل المعون ساعات تز تحن في اليد اليمين وكسرونا في اليد اليسار وشنو آخر عندي بسكليت ساعات ندور بها في الهول البرة لكن تدوير دم يعني. وعندك حاجة أخرى زادة نبدأ نحصر في ولد أختي نهار كامل نحصر في ولد أختي في الصدام أكثر من سبورة ذي ما فهميش يا ولد بالليل سبورة أخرى ذيك أنواع أخرى متاع سبور روحانيات روحانيات نحط لك البلاي ليست بتاع بوب مارلي ألفا بلوندي برشا جو برشا جو روحانيات الروحانيات هذه بابا الغالي رياضة صعيبة بون لازم نفس طويل وغير منصوح بها وزيد غلاو فيها البريود هذي تحاسيلو كي نقولوا رياضة نقولوا كورة راهو فدينا بلاش كورة الحق متاع ربي أما زيد راهو شوف احنا زيد رانا مواطنين معناها نتبعوا كورة وكهو أما أكثر عبيد فدت هما جماعة سبور الصحافة الرياضية ومن القلق معناها تلقاه مثلا يعلق على مرته يتحضر في الفطور يعمل في تختي مباشرة العركة بين زوز ولاده نعرفش يعمل حوار مع بنك ولا مثلا ترسيله يتفرج في حاجات غريبه برشا ويجاوبنا على الغرابه هذيا زميلنا في قسم الرياضه اسكندر ابراهيم. تعيش فيه التيران تعيش فيه الاستاد كل جمعه تكون موجود فما حاجه تلقاها تنقصك حتى في التلفزه الدور ما تلقاش الكوره تلقى كان مشهوره قدوم وغيره تحاول تتفرج في الاخر انا واحد من الناس وليت مغروم بالهجانه تعرف كنت تعرف الهجانه شنو هي الهجانه فسرنا اكثر يمكن بزملائك زاد بزملائك او كي يتفرجوا كيف اي خويا كان ممكن ينجموا يكتشفوا في انفسهم ميولات رياضية أخرى أنا واحد من الناس وليت نتبع في الهجينة هجينة هي سباق الجمال سباق متاع الإبل فرش خويا في أي الإبل أي فرش في حاجات قديمة معناها حتى تعمل عليهم كيف وليت نعرف حتى نجوم الهجينة ثم تلقى جمال هذا متعب بالحق متعب على الأخر من ما أحسن ما ثم برشا أسامي أخرين معناها لكن في الأخر بالحق تلوج على أقل حاجة عندها علاقة بالرياضة مازال يجري هكا الجمال نتاع الجمعة اللي فاتت مازال تو يجري عرفت ما هو في كالروبوس غير عرفت لكن يبدا خلي جير قول بون الواحد مغروم ولا بسباق الجمال حسيت ما ستر الله. المهم نختموا بجمله مفيده تحيا الرياضه على قناه 21 صليح ابيض.